الحمد لله، هذا أفضل الله. أنا هاد السيدة اللي شفتوها في الفيلم، أنا في الواقع ماشي هي هذيك، ولكن الدور المهم مالناش. كانت إنسانة شعبية ومزيانة مع الناس ومع أحبابها، وكدير الخير مع الصغير والكبير، وكانت في واحد المستوى كبير، يعني كانت كتستقبل الناس اللي هما الكلاس. ولكن الزمان دار بها وغدرها، وغدروها الناس اللي كانت كدير فيهم الخير، غدروها. وداكشي هذاكشي علاش كتشوفوها كتنتقم. ولكن هذا ان ميساج للناس اللي ما كيعقلوش على الخير، اللي بنادم كيدير الخير ولكن الناس اخرين ما كيديروش الخير معاه، كيصدقوا غادرينهم من برافو. تو ايتي مانيفيك، برافو، شي فيغ دو توا، تبارك الله عليك، تبارك الله. الله يحفظك، الله يحفظك، الله يبارك فيك خديجه. وهذا هو اللي كاين، والحمد لله شفتوا الفيلم راه. ومن هذا المنبر انا كنشكر استاذي الكبير والعظيم حسن بجلون انه دار فيها الثقه وعطاني هذا الدور، والحمد لله كنت في المستوى المطلوب من جهته، وكنت عند حسن ظنه، وكنتمنى نكون عند حسن الجمهور اللي شاف الفيلم. وكنشكركم بزاف اللي جيتوا اليوم وشفتوا هذا اسمه، وانا كنفتخر بالاستاذ الكبير حسن بجلون لان عملت معه اعمال كثيره، والحمد لله ان كنفتخر به وعلى راسي وعينيا، ودائما كنحترمه، وهو كيحترم الممثلين ديالو، كيعطيهم الوقت باش يخرجوا ويعبروا داكشي اللي كاين داخل. كما عمل معايا انا، عبر يعني عطاني وقت وعبرت على داكشي اللي هذا اللي خرج من الطاقه ديالي. وهذا سي تا ميساج للناس، والحمد لله على كل حال. شكرا لكم. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.